لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الوداد الرياضي يواصل تقديم عروضه القوية في البطولة الوطنية، المدرب التونسي فوزي البنزرسي يفاجئ لاعبي النادي الأحمر بتصريح مثير، وفي خبر حصري مصدر خاص داخل النادي الأحمر يكشف حقيقة استبعاد أيوب سكوما من طرف المدرب التونسي فوزي البنزرسي، الإصابة تهدد مدافع الوداد الرياضي بنهاية موسمه مع الفريق الأحمر. رسميا سعيد الناصيري يكشف حقيقة مفاوضة الزمالك المصري لضم اللاعب وليد الكرسي بالميركاتو الصيف القادم. وصل النادي الأحمر تقديم عروضه القوية بعد عودته بانتصار مهم على حساب نادي حسنية أكادير بنتيجة كبيرة وصلت لخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المقابلة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أدرار برسم مؤجل الدورة التاسعة عشر من البطولة الوطنية. وسجل أهداف النادي الأحمر كل من وليد الكرسي والليبي مؤيد اللافي بالإضافة لأشرف داري وصيمون مصطفى والمهاجم أيوب الكعبي على التوالي، ومكنت هذه النتيجة الوداد الرياضي من تعزيزه لموقعه في صدارة الدوري حيث أصبح يتوافر على 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني الرشا الرياضي، بينما تجمد رصيد حسنية أكادير عند النقطة 28 في المركز الثامن. أكد المدرب التونسي فوزي البنزرتي أن اللاعبين يتوفرون على قوة ذهنية تمكنهم من التغلب على المشاكل والوضعيات الصعبة التي يعيشونها في كل مقابلة للنادي الأحمر. وأوضح المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد انتصاره على حسنية أكادير أن المقابلة كانت جيدة ومفتوحة مما ساهم في تسجيل 8 أهداف، حيث من النادر أن نرى ما فعله الوداد الرياضي في الدوري المغربي، وكان الوداد الرياضي قد فاز على نادي حسنية أكادير بخمسة أهداف لثلاثة، علما أن الحسنية كان سباقا إلى التسجيل في الهدف الأول ثم عدل الوداد وأعاد الكرة في الهدف الثاني ثم في الهدف الثالث، حيث كان الفريق الأحمر دائما ما يبحث عن هدف التعادل قبل أن يسجل هدفي الانتصار خلال هذه المقابلة المثيرة. أكد المدرب التونسي فوزي البنزرتي أنه قرر استبعاد أيوب سكوما من المقابلة التي جمعت الفريق الأحمر بحسنية أكادير بعد تأكده من زيادة وزن هذا الأخير. وكشف مصدر مسؤول أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي طلب من أيوب سكوما الخضوع لتدريب خاصة لإنقاص وزنه الزائد، وذلك ليكون جاهزا للدفاع عن قميص الوداد الرياضي في مباراتي الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ضد نادي كايزر شيبس جنوب أفريقي. ونفى المصدر عن وجود أي خلاف جديد بين المدرب التونسي فوزي البنزرتي وأيوب سكوما، مشيرا إلى أن المدرب التونسي كلف المعد البدني للنادي الأحمر بإخضاع أيوب سكوما لتدريب خاصة لإعداده للمباريات المقبلة مع الوداد الرياضي. وكان أيوب سكوما قد شارك في مقابلة الدفاع الحسني الجديد قبل أن يغيب عن المقابلة ضد حسنية أكادير، مما شكل مفاجأة كبيرة لجماهير الوداد الرياضي، ليؤكد أن غيابه كان لوزنه الزائد حسب المصدر. تستعد شركة كازا إيفنس المكلفة بتجهيز وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحرمان الوداد والرجاء من إجراء باقي مبارياتهما في البطولة الوطنية على أرضية الملعب المذكور، وينتظر أن يغلق مركب محمد الخامس أبوابه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم، وذلك حتى يتم تجهيزه وإعداده بشكل جيد لاحتضان نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إجراؤه يوم 17 من الشهر القادم. وسيكون فريقي الوداد والرجاء مطالبين بإيجادهم لملعب بديل لإجراء مبارياتهما في البطولة الوطنية، وذلك بعد إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاحات استعدادا لاحتضان نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية. تحوم الشكوك حول نهاية موسم المدافع الشيخ إبراهيم كومارا رفقة الوداد الرياضي بعد الإصابة التي تعرض لها في آخر حصة تدريبية أجراها الفريق الأحمر بأكادير قبل مواجهة الحسنية. وأوضح مصدر ودادي مسؤول أن الطاقم الطبي للفريق الأحمر قرر إعادة الفحوصات للمرة الثانية للمدافع الشيخ إبراهيم كومارا، وذلك لتأكد مدة غيابه عن الميادين. وأكد المصدر أن المدافع الشيخ إبراهيم كومارا سيغيب مبدئيا لثلاثة أسابيع، وذلك بعد تعرضه لتمزق عضلي، وقد تصل المدة إلى أكثر من ذلك حسب الفحوصات الجديدة.
وكان الطاقم الطبي للنادي الأحمر قد أخضع المدافع الشيخ إبراهيم كومارا للفحوصات بأحد مصحات أكادير قبل أن يقرر إعادة الفحوصات بعد العودة إلى الدار البيضاء لتحديد مدة غيابه الرسمية مع الوداد الرياضي. وكان المدرب التونسي فوز البنصرسي قد اضطر إلى الاعتماد على محمد رحيم إلى جانب أشرف داري في دفاع الوداد الرياضي، وذلك في ظل إصابة الشيخ إبراهيم كومارا وغياب أمين أبو الفتح الذي جمع ثمن بطاقة صفراء هذا الموسم وسيغيب لمباراتين مع النادي الأحمر. أعربت جماهير الوداد الرياضي عن إعجابها بالمستوى الذي باس يبصم عليه نجم النادي الأحمر في المباريات الأخيرة، وأوضح جمهور الوداد الرياضي أن اللاعب أيمن الحسوني أصبح من أبرز لاعب النادي الأحمر في المباريات الأخيرة، وذلك بعد الاشتغال بشكل كبير على لياقته البدنية خاصة وأنه يتوفر على إمكانية جيدة. وأكدت الجماهير بأنه يعتبر من أفضل لاعبي البطولة الوطنية هذا الموسم، مطالبين إياه بالاشتغال أكثر واستمراره على نفس النهج في ظل ما يتوفر عليه من إمكانيات كبيرة. وأشارت الجماهير الودادية إلى أن الثلاثي يحيى جبران وأيمن الحسوني بالإضافة لوليد الكرسي أصبح مرعبا للخصوم، وذلك نظرا للمستويات التي أبانوا عليها في المباريات الأخيرة مع النادي الأحمر. أزاح سعيد النصيري رئيس الوداد الرياضي الستار عن حقيقة دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات رسمية لضم وليد الكرسي لاعب النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت تقارير صحفية مصرية أن رئيس النادي الأحمر نفى جملة وتفصيلا مفاوضة نادي الزمالك لانتقال وليد الكرسي إلى الفريق المصري بالميركاتو الصيفي القادم. ونقلت المصادر تصريحا لسعيد النصيري حيث قال بأن نادي الزمالك لم يتحدث معنا حتى الآن بخصوص إمكانية التعاقد مع وليد الكرسي. وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى تحرك مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد مع وليد الكرسي، وذلك لخلافة النجم التونسي فرجاني ساسي الذي باس قريبا من الرحيل بنهاية الموسم الكروي الحالي.